بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات، هذه هي الجلسة الختامية إن شاء الله، ونبدأ هذه الجلسة بكلمة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين. كلمة كلمة الاختتام لهذا اللقاء نستمعها من فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك يتم قراءة مسودة البيان. نرحب بكم معنا في اللقاء الإعلامي الذي نعقده في اليوم الأخير من أيام اللقاء الوطني الرابع الذي تجري فعالياته بالمنطقة الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا إلى الطيب من قول، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واجعلهم شاكر لنعمتك مثنين بها عليك قابلها منك. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. البداية أشكر الإخوة كل والأخوات المشاركين والمشاركات في هذا اللقاء، أشكرهم كلهم جميعا، فكلهم بدون استثناء أتحفون بأفكار نيرة ومتعمقة، وأنا شخصيا وربما غيري استفدت من فرصة الاطلاع على زوايا وجوانب مختلفة للحقيقة، وهذه بالنسبة لي تساعدني على التفكير الشمولي في كثير من القضايا التي عرضت. أشكرهم أيضا على أن مساهمتهم في أن يخرج هذا اللقاء كلقاء نموذجي ملتزم بآداب الحوار وتقاليده التي سنها لنا القرآن وسنتها السنة النبوية وسنها لنا أسلافنا الصالح. أشكرهم جميعا. بما أن هذه الكلمة الاختتامية فقد انتهت العلة التي أوجبت التشدد في عدم يعني أن يتدخل أعضاء الإدارة بأي رأي ومانا للحياد الكامل، ما وقد انتهى الاجتماع وانتهى اللقاء، انتهت المداخلات على خير، فلا بأس من أن نتحرر بعض الشيء ونترك فرصة لبعض التعليقات، ولكنها أيضا تعليقات سوف أحرص على ألا تكون آراء وإنما تكون معلومات. تجاوزت 70 سنة ومرت علي أجيال من الشباب، ولهذا أطلب من الإخوة والأخوات يسمحوا لي بأن أتوجه إلى الشباب فأذكر لهم شيئا عن الأجيال الشباب السابقة، عن رؤيتهم لواقعهم وعن تطلعاتهم، فربما وجد فيها بعض العبرة. ربما كان أول هذه الأجيال التي أدركتها جيل الواقع ربما لا يختلف في نظرته إلى واقعه وإلى تطلعاته عن الأجيال التي سبقته في مدى 1000 سنة، لأن الحياة كانت لا تزال على ما كانت عليه، سواء في مجالات الزراعية أو الصناعية أو التجارية أو المساكن أو العادات أو التقاليد يعني لم تتغير. ثم جاء هذا التغير المتسارع الذي صار يصعب على مثلي
من الطاعنين في السن أن يساوقوه. في قبل خمسين سنة وقبل أربعين سنة كان الشباب قد بدأ ينتبه إلى الانفتاح للخارج وأن تكون له رؤية مختلفة عن الأجيال السابقة وأن تكون له أيضا تطلعات مختلفة عن الأجيال السابقة. تأثر كثيرا وهذا شيء طبيعي بالحركات التي موجودة في العالم العربي من حوله وفي العالم الإسلامي، وتأثر بها يعني فكرا وتأثر بها سلوكا. على سبيل المثال، أول تجربة واجهتها المملكة وهي الآن الحدث الأكثر إثارة بالنسبة لجيلنا هي ظروف الإرهاب. فقبل أربعين سنة وجدت أيضا مثل ما ذكرت أن وردت إلينا من الخارج وبآلياتها تفجيرات أو حتى تفخيخ سيارات أو من هذا القبيل، فوجدت هذه الحالة كانت. لكن الفرق أن الذين تورطوا في هذه العمليات الإرهابية وأدينوا وسجنوا لم يكونوا يدعون الانتساب إلى توجه ديني، بل كان يعني كلهم بدون استثناء يتوجهون أو ينتسبون إلى توجهات تحديثية. وكما ذكرت أن كان الفكرة الشائعة في التحديث والغالبة هي التغيير بالعنف. بالطبع في ذلك الوقت لم ينسب أحد، بما مع أن هذه الاتجاهات المتورطين كانت اتجاهات تحديثية، لكن لم ينسب أحد هذه العمليات إلى التحديث، بل لم قليلا ما نسبت إلى اتجاهات معينة من اتجاهات التحديث مثل اشتراكية أو شيوعية أو قومية أو بعثية. هل لأن الناس الرأي العام في ذاك الوقت كان أكثر حصافة، أو إنه كان لديه مقاييس أخلاقية ومختلفة؟ هذا طبعا فارق يعني حري بأن نعتبره. كان أيضا الأجيال ذلك الجيل والأجيال التي تبعه الواقع أنهم كانوا تحت ضغط اتجاهات فكرية معينة هي يميزها الانسياق وراء الشعارات والانضغاط تحت ضغط الأفكار الشائعة. ونحن نعرف أن الأفكار الشائعة التي تتكرر حتى لو كانت أوهام تكسب قوتها من شيوعها ومن تكرارها، وليس بالضرورة من المنطق التي تعتمد عليه. الشيوع يجعل للأفكار قوة الحقائق، بل أحيانا يجعل لها قوة البديهيات. بالرغم من أن الإخفاقات اللي وجدت لدينا ووجدت في العالم الإسلامي بسبب هذا النوع من التفكير لسوء الحظ لا نزال نعاني منه، لا نزال نعانيه ولم نتخلص من بتاتا. لا شك أن في تطلعنا للمستقبل نحن محتاجون إلى أن فعلا إلى أن نلتمس طرق ومناهج للتفكير مختلفة يغلب عليها التفكير العقلاني والتفكير
الموضوعي، التفكير الشمولي، التفكير التكاملي. يمكن في التعليقات التي سوف تأتي تتصل بهذه الفكرة بوجه أو آخر. سمعنا مثلا الحديث عن اللغة الإنجليزية وعن تدريسها أو عدم تدريسها، تشجيعها لوجودها بكثرة أو بقلة في المدارس وفي مراحل متقدمة أو مراحل متقدمة أو غير متقدمة. الواقع لا أظن أحد يجادل في أهمية تعلم اللغة الأجنبية، فكيف باللغة الإنجليزية التي الآن صارت لغة عالمية؟ لا أحد يجادل في هذا. تعلم اللغة الأجنبية قدرة، والقدرة فضيلة، يعني تكتسب قدرة معناه تكتسب فضيلة تتميز بها على غيرك. فهذا الواقع، الهدف ما أحد، ما أظن أحد ينازع فيه. لسوء الحظ أحيانا نخلط بين الهدف والوسيلة، لكن هل الوسيلة التي اتبعناها في تعليم اللغة الإنجليزية وجعلها في المراحل المتوسطة والثانية ثم الآن يعني نرى من يطالب أن تكون في المرحلة الابتدائية وصدر أيضا قرار بالبدء في هذا، هل هذا ناشئ فعلا عن تفكير موضوعي أو إنه تحت تأثير أفكار شائعة وشعارات؟ الموجب لهذا أن اللغة مثل ما نعرف عادة أكثر من أن تكون علم، يعني تتعود لا تتعلم. لابد أن اللسان يتعود عليها، السمع يتعود عليها، المخ يتعود على الربط بين المعنى وبين اللفظ بدون واسطة لغة أخرى، فالعادة مهمة فيها. الدراسة التي عندنا مثل ما نعرف 4 حصص في الأسبوع ما تكون العادة. طبعا ما نقدر نعطي، حتى لو أعطينا 5 حصص هي لا تكون العادة. لهذا نرى يعني وجود اللغة في كثير من الأحيان سبب عنت وسبب ربما للتسرب من المراحل المختلفة، وفي حين أن النتيجة يعني ضئيلة. أنا أعرف في وقت من الأوقات كان يذهب إلى أمريكا للحصول على الشهادة العالية الدكتوراه والماجستير طالبان، واحد متخرج من كلية الشريعة ما درس اللغة الإنجليزية إطلاقا ولا كلمة، واحد يكون درسها في المتوسط والثانوي والجامعة. فلما يذهبون هناك الواقع في كثير من الأحيان الذي لم يدرس اللغة الإنجليزية يكون أسرع تعلم. وكان أحد المدرسين عندما افتخر معه عنده واحد قال أنا سبق زملائي، قال أنا الواقع ما هذا ليس لأنك أذكى منهم، ولكن هؤلاء كانوا يحتاجون، أنت كنت تحتاج learning، هؤلاء يحتاجون unlearning وبعدين learning. فأقصد أن يعني اللي يحدث الآن بالنسبة للمدارس وتدريس اللغة الإنجليزية في المراحل الست المتوسط والثانوي، يخرج الطالب أو الطالبة بعد 3 أشهر تجده يعني نسي، وأيضا لا يستطيع حتى يستفيد منها الفائدة المطلوبة، بخلاف مثلا الكورسات المكثفة. الكورسات المكثفة تتيح للطالب أن يكون عادة، يأخذ اللغة كعادة. لهذا يعني هل فعلا إصرارنا على أن التكثيف مثلا اللغات اللغة الإنجليزية والبدء بها في وقت مبكر وأن نبذل فيها هذه الجهود ويبذل الطلبة هذه الجهود والأوقات يعني يكون عندنا بقدر
المدارس الابتدائية 60 يعني عدد مساوي من على الأقل من المدرسين الأكفاء في اللغة الإنجليزية والذين يستطيعون أن يعلموها الطلبة. الواقع أن الذي نبذل في تعليم اللغة الإنجليزية حينما نقارنه بالنتيجة والحصيلة لا نجد تناسب. وربما يعني مثل ما ذكرت الهدف كل واحد يوافق عليه، لكن ما هي الوسيلة؟ الوسيلة يجب أن تكون وسيلة تدرس دراسة موضوعية وتدرس دراسة علمية وتقاس بظروفنا وبإمكانياتنا وبالنتائج المتوقعة. كان جاء الحديث عن مثلا التشغيل، وسمعنا بمن يطالب بالحكومة بإيجاد وظائف أو من يطالب ب يعني وضع أعباء وعلى القطاع الخاص لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب السعودي. والواقع أيضا كثير من هذه الأمور يبدو أنها أيضا تأثرت بالشعارات وبالأفكار الشائعة أكثر مما تأثرت بالنظر الموضوعي. ونحن نرى أن فكرة وقضية التشغيل هذه قضية لكل الدول سواء كانت متقدمة أو غير متقدمة، لكن بالنسبة للدول المتقدمة نرى أنها ترى يعني تأخذ بهذه القضية وتنظر إليها على أساس أن التشغيل قضية اقتصادية وأن الاقتصاد تحكمه قوانين طبيعية. ممكن الإنسان يخرج عن الأحكام الشرعية، يلغي القوانين البشرية لأنها جاءت برادة الإنسان فتذهب برادة الإنسان، لكن القوانين الطبيعية من الصعب أنك تلغيها. فلهذا نجد الدول المتقدمة تربط ربط كامل بين التشغيل وقضية النمو الاقتصادي. الدول الأخرى يعني تعتمد على الشرطي والقانون صحيح نحن لا نستغني عن بعض القوانين وبعض استعمال السلطة، لكنها لن تلغي القوانين الطبيعية. نعم، بالمثل لما نجد المنادات بأن تفتح أبواب الجامعات يعني تستوعب أعداد الخريجين من المدارس الثانوية. الواقع مثل ما نعرف البشر مختلفين في قدراتهم وفي مواهبهم وفي إمكانياتهم. إذا هناك طبعا معادلة بين هل أخذ كل من الناس بدون التفات للقدرة فأنزل بمستوى التعليم الجامعي، أو أن يحافظ على مستوى التعليم على مستوى معين للتعليم الجامعي، وفي هذه الحال بالطبيعة لن يتمكن كل الخريجين من الثانويين من الالتحاق بالله. لسوء الحظ أيضا أن هذه وجدت دروس المفروض نستفيد منها من الدول المجاورة. أنا في من 20 سنة كنت في الأردن، فكان صديق اللي تعرفت به في المسجد أخ مصري كان عنده بكالوريوس محاسبة ويشتغل صبي في دكان جزار. طبعا هذه ما هي قضية فردية، هذه الواقع كانت ظاهرة، وكان إخواننا الخريجين من مصر يجون للأردن علشان الحصول على عمل، أي عمل قبل أن تتشدد الأردن في القبول الوافدين للعمل. فكان يحدثني يقول أن الواقع الآن الخريج ما يجد عمل، لا وجد عمل ما يأخذ ولا 10% من دخل السباك. فإذا كان المقصود من الشهادة هو الدخل، فالمفروض أن تتغير أفكارنا في هذا الموضوع. إحدى الأخوات العزيزات حينما تعرضت للعمل
قالت لا نريد أن يفرض علينا عمل يضاد طبائعنا، نريد أعمال تنسجم مع طبيعة طبيعتنا كنساء، طبيعة المرأة كأنثى. الواقع هذا ذكرني وأنا أقرأ في كتاب صدر العام الماضي في الولايات المتحدة، وكان فيه معلومة استغربتها، أن من بين 500 شركة من أكبر الشركات حوالي 1% فقط تدار بنساء، الباقي يدار برجال. وما أحد من إخواننا الراديكاليين هنا يتهم المجتمع الأمريكي بأنه ضد المرأة أو أنه لم يعطيها فرصة، لكن طبيعة تكوين المرأة أوجدت هذا الواقع. الأخت عزيزة أخرى تعرضت للمساواة بين المرأة والرجل. الواقع أنا أسمع الانتقاد واتهام الإسلام بأنه يميز discriminate ضد المرأة من غير المسلمين، لكن وأفهم هذا، لكن الواقع أني يصعب علي أفهمه من المسلم. يعني مثلا نأخذ الصور التي تجعل أو تذكر دائما على أنها صور discrimination، على أنها التمييز ضد المرأة. في الإسلام يذكرون الإرث، إن المرأة لها نصف الرجل. الواقع هذا مفهوم غير المسلم، لكن المسلم الذي يقرأ القرآن يعجب الإنسان أنه يردد هذا بدون في القرآن. عندما يكون الرجل والمرأة في مستوى واحد من القرابة، يعني من ناحية الدرجة أخوات أو أخوان أو بنات وأبناء أو القوة، يعني أشقة أو غير أشقة، عندما يكون الرجل والمرأة في مستوى واحد من القرابة درجة وقوة، فالقرآن في 7 حالات، 3 تكون المرأة نصف الرجل، 3 تكون المرأة مثل الرجل. حالة واحدة يختلف فيها الفقهاء، بعضهم يرى أن المرأة تكون نصف الرجل، وبعضهم يرى أن الرجل يكون نصف المرأة. لو كانت حالة واحدة فقط خرجت عن هذا السياق، عن سياق أن المرأة تأخذ نصف الرجل، لما صح فعلا أن نفسر على هذا على أنه discrimination بسبب الجنس. الواقع الغريب، أنا درست القانون المقارن ودرست الأحوال الشخصية لغير المسلمين في بعض البلدان، لكني ما أستبعد أنه في غير العالم الإسلامي ربما كل الأديان وكل الثقافات تسمح للرجل بأنه يورث ابنه ويحرم ابنته حرمانا كامل. وهذا الواقع سائد في عند مليارات من البشر، عندما يرون أن الثروة يجب أن تبقى باسم العائلة، فترى ومع ذلك ما أحد يعترض على هذا الأمر. الإسلام بالعكس الواقع حمى المرأة فأوجد لها النصيب الذي يجعل ويحدد باعتبارات يعلمها، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، يعلمها العليم الحكيم العليم بكل الظروف وبكل الأزمنة وبكل الأمكنة. حمى حقها ومنع أن يميز، فمنع أن يميز الرجل في الوصية بين أن يوصي بغير بما فوق الثلث، وأن يوصي بما يزيد عن أن يميز في الميراث بين الرجل والمرأة بتجاوز للحدود التي فرضها الله. فالواقع أن هذه القضية، قضية الميراث، هي أكبر دليل على فعلا
المساواة التكاملية وليست المساواة المثلية بين الرجل والمرأة، والتساواة التكاملية هي التي يأخذ بها الإسلام وهي التي تتفق مع الطبيعة، وكل ما عداها خروج ومحاولة لمغالبة القوانين الطبيعية وهي تنتهي دائما بالفشل. كنت قرأت تقرير الحريات الذي أخرجته وزارة الخارجية الأمريكية هذا العام، واتهمت فيه المملكة السعودية بتقييد الحرية الدينية، وأنا فهمت هذا على أن المقصود منهم أنه لا يوجد في المملكة سيناغوغ ولا يوجد كنيسة، والواقع أنا قبلت هذا الاتهام وأعتقد أن الشيء معقول ومبرر، لأن المملكة ما فيها وطني مواطن ولا مقيم غير مسلم، غير المسلمين أو يعني يجيئون سائح أو عامل أو يعني لفترة مؤقتة، فالذي يجي لفترة مؤقتة سواء كان مسلم أو غير مسلم لا يتوقع أن يوجد له مبنى دائم للعبادة. يعني الإخوان الباكستانيين مسلمين أو البنغلاديشيين مسلمين لو لا يتوقعون أن يوجد لهم مبنى دائم للعبادة يختص بهم دون غيرهم. عندما كنت أتحدث مع بعض قادة الدينيين في الكاثوليك في ألمانيا فقالوا نعم نحن نتفهم ألا يكون في مكة والمدينة هذا ولا يوجد فيها، لكن لأن لا نسمح بأن يوجد أيضا في الفاتيكان لكن في غيرها. فقلت لهم الواقع أن الذي هذا النظام من عصور الإسلام الزاهية، عصور الإسلام المبكرة، والذي سمح بهذا سمح بوجود السيناغوغ والكنيسة في كل أرجاء العالم الإسلامي، بل إن معاملة الواقع للإسلام والمسلمين للأقليات الدينية حتى الآن لم تصل إليها أي دولة، أي دولة الآن تسمح لأقلية بأن يكون لها قانونها الخاص وأن يكون لها محاكمها قضاءها الخاص وأن تستثنى من القانون الجنائي العام إذا كان لا يتوافق مع إذا كان عقيدتها أو ثقافتها لا تجرم هذا الذي يجرمه، هذا ما هو موجود. فكون المسلمين الأوائل منعوا هذا في هذا الجزء من العالم الإسلامي وسمحوا به في كل أرجاء العالم الإسلامي هذا أكبر دليل على أن المسألة ليست ناشئة عن تعصب ديني أو لا لا. نعم لا. 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 أتجاوز ما بقى لربع ساعة معك، لكن فيه الأخ جزاه الخير الدكتور عبد الله ذكر عن الكشافة، وحبيت أني أذكر أن الإسلام فيه نظام الواقع في بعض يشبه الكشافة لكن في بعض الأحوال أرقى منها لسوء الحظ فتوة، في سوء الحظ أن التراث القليل في الكلام عن هذا الموضوع أو لأني أيضا أنا قليل الاطلاع ما اطلعت عليه، لكن مثلا الدكتور عبد الله ذكر أن يعنى أول ما يعنى للكشاف بالعلاقة بربه ثم وبالغير وبالنفس. الفتوة تتجاوز أكثر من هذا، تقول مثلا تبين الآلية تقول كن مع الحق بدون خلق وكن مع الخلق بدون نفس وكن مع النفس بالمراقبة. الواقع أن هذا أيضا ما هو بس في هذا جاي من الإسلام كله، يعني علمانا لما يريدون يختصروا ويختزلوا الإسلام في كلمات محدودة يقولوا مثل ما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإسلام كله يدور على أمرين: الإخلاص للحق ورحمة الخلق. قبله الإمام الرازي رحمه الله يقول الإسلام كله والدين كله يدور على طاعة أوامر الله والشفقة على عباد الله.
إمام كبير الشيخ الإسلام الهروي رحمه الله لما يذكر البدايات فيذكر إقامة الأمر على مشاهدة الحق وتعظيم ومتابعة السنة وتعظيم الأمر على مشاهدة الخوف ورعاية الحرمة والشفقة على العالم ببذل النصيحة وكف الأذية. فالواقع أن هذا كله هو الإسلام. نعم نعم. أختم هذا بطرفة الواقع قد يكون لها مناسبة. إيفون ريدلي المحررة الديلي إكسبرس كانت في قبل الحرب يعني أثناء الحرب أو عند بداية الحرب العالمية على الأفغان دخلت الأفغان خلسة علشان تغطي لصحيفتها الأخبار الحرب واكتشفوها الأفغان وأسروها وبقيت عندهم 10 أيام. لكن لما الاتحاد الدولي بدأ يقصف بالصواريخ خافوا عليها الموت فأطلقوها أسلمت العام الماضي. ففي إيميل انترفيو مع مجلة الحج والعمرة يسألونها إيش رأيك في بالنسبة للمسلمين في هذه الظروف الدقيقة فتقول بالكلمة Walk tall, be proud of who you are, zero tolerance towards anti-Islamic is the only answer. امشوا رافع الرؤوس كونوا معتزين وواثقين بإسلامكم ولا تتسامحوا قط ضد أي اتجاه يضاد الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأسف لأني أطلت عليكم وربما دو وقتكم. شكرا جزاكم الله خير. جزاك الله خير شيخ. جزاك الله خير. أيضا اللغة الجميلة اللغة الشيخ عندما يتحدث باللغة الإنجليزية أيضا فيها جمال في الأسلوب والطرح. قبل أن أقرأ البيان مسودة البيان ختامي أطلب من الأخوة الزملاء السكرتارية أن يقوم بتوزيع المسودة على ممتاز. اللقاء بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء الوطني الرابع للحوار الفكري قضايا الشباب الواقع وتطلعات المنطقة الشرقية من 24-26 شوال 1425 7-9 ديسمبر 2004 ميلادية. البيان مسودة البيان ختامي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، ففي سياق اللقاءات الوطنية للحوار الفكري التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وقياما بالنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، عقد اللقاء الوطني الرابع للحوار الفكري بالمنطقة الشرقية في الفترة ما بين 24-26 شوال 1425 هجرية الموافق 7-9 ديسمبر 2004 ميلادية تحت عنوان قضايا الشباب الواقع والتطلعات. وقد اشترك في هذا اللقاء مجموعة من العلماء والمفكرين والمثقفين من الجنسين ومجموعة من الشباب والشابات، وكان موضوع اللقاء قضايا الشباب الواقع والتطلعات. واختير الموضوع بعناية لما لقضايا الشباب من أهمية، فالمجتمع السعودي مجتمع معظم أبنائه هم من فئة الشباب. ولقد مهد للقاء بعقد 26 ورشة عمل تحضيرية في جميع مناطق المملكة شارك فيها 650 شابا وفتاة تتراوح أعمارهم بين 16 عاما و 25 عاما بواقع 25 شابا و 25 فتاة لكل منطقة. وقد روعي في اختيار الشباب تمثيلهم لشرائح المجتمع الشبابي في المملكة على اختلاف مراحلهم الدراسية وتنوعهم العملي واختلاف ظروفهم وأحوالهم. وقد هدف المركز بعقد هذه الورش إلى 1. إشاعة مفاهيم الحوار بين فئة الشباب بنين وبنات،
2. التعرف على آراء الشباب المتعلقة بقضاياهم مع مناقشة المشكلات وتشخيصها. 3. الخروج بتوصيات ومقترحات وبرامج عمل تقدم للقاء الوطني للحوار الفكري. وقد كانت المحاور التي نوقشت في ورش العمل هي ذاتها التي تدارسها المحاورون في اللقاء، وهي المحور الأول الشباب والتعليم، وقد تضمن هذا المحور دراسة لأهم القضايا والمشكلات التي واجهها الشباب في التعليم وسبل تطوير النظام التعليمي ومؤسساته. المحور الثاني الشباب والعمل، وركز هذا المحور على مناقشة الوسائل والبرامج التي يمكن أن تسهم في تأهيل الشباب وتقديم الفرص العملية الملائمة لهم، مع دراسة العوامل المؤدية للبطالة بين الشباب والعوائق التي تواجههم عند الخروج إلى سوق العمل. المحور الثالث الشباب والمجتمع والثقافة، وناقش هذا المحور علاقة الشباب بالمجتمع ومؤسساته، وعرض لآثار العولمة والانفتاح الثقافي على ثقافة الشباب السعودي والعوامل والوسائل المحققة للحفاظ على الهوية والانتماء الوطني، مما يؤدي إلى السلامة من الغلو والتطرف والانحلال والتفسخ بين الشباب. المحور الرابع الشباب والمواطنة، وركز هذا المحور على مقومات الوحدة الوطنية وسبل تعزيز الانتماء الوطني والعوامل التي قد تؤدي إلى إضعافه. وقد تدارس المتحاورون في هذا اللقاء هذه المحاور في 10 جلسات عمل مشتركة بين المفكرين والشباب، حفلت بالمناقشات الحرة والصريحة والهادفة. وبعد المناقشات خلص المتحاورون إلى النتائج الآتية. مسودة البيان. محور الشباب والتعليم. 1. وضع استراتيجية لتقويم التعليم بمختلف مراحله وتطوير هياكله تأخذ في اعتبارها الثوابت والمتغيرات والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع والنمو السكاني المتزايد. 2. تطوير المناهج التعليمية وصولا لتحقيق البناء العلمي والفكري السليم للشباب، مع العناية بالآليات المحققة لتنمية الجانب التطبيقي وتنمية قدرات التفكير الناقد والإبداع وتربية النفس على السلوك القويم وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال واحترام الآخر والتدرب على الحوار والمناقشة. 3. التوسع في استخدام وسائل التعليم الحديثة من معامل ومختبرات ونظم للحاسب الآلي، بما يحقق الجمع بين التعليم والتدريب ويربط النظرية بالتطبيق وينمي مهارات استخلاص المعلومة. 4. التعجيل بشمول سائر مناطق المملكة بمؤسسات التعليم الأعالي ووضع الآليات المحققة للقبول في المراحل الجامعية، بما يستجيب للنمو الكبير في أعداد خريجي المرحلة الثانوية العامة ويوائم بين الرغبات والاحتياجات، وبما لا يؤثر على المستوى العلمي العالي للجامعات في المملكة، والتركيز على التخصصات العلمية التي تتناسب مع سوق العمل. 5. العناية بالبحث العلمي وتنمية قدرات الشباب وتطويرها في هذا المجال وتأسيس صندوق لتنمية البحوث العلمية. 6. التطوير المستمر لقدرات المعلمين عبر برامج وتدريب ودورات تدريب متخصصة وتوفير الحوافز للمتميزين منهم ومراجعة الضوابط المنظمة والمقومة لأداء المعلم في جميع مراحل التعليم. 7. تنمية القدرات الذاتية للطلاب من خلال تشجيع النشاط غير الصفي والتعليم العام والجامعي ومعالجة المظاهر السلبية بين صفوفهم والعمل على إشراكهم في بناء المستقبل من خلال اتحادات ومجالس طلابية. 8. التعجيل في تنفيذ بناء المدارس الحكومية بدلا من المؤقتة والمستأجرة وتزويدها بما يحقق البيئة التعليمية المناسبة. محور الشباب والعمل. 9. دراسة مشكلة البطالة وبيان حجمها ومدى خطورتها ووضع البرامج الكفيلة بمعالجتها وإنشاء هيئة عليا للموارد البشرية تنظم عملية التوظيف في القطاعين العام والخاص وتنسق جهود كافة الجهات المختصة في هذا الشأن. 10. الدعوة إلى تطوير آليات مشروع السعودة وإشراك القطاع الخاص في صياغته والعمل على تكثيف برامج التدريب والاستفادة من المؤسسات المتخصصة في مجال التدريب وتطوير المهارات لتوفير الكفايات المؤهلة. 11. تطوير أنظمة العمل ووضع حد أدنى للأجور وتحديد ساعات العمل بما يكفل الأمان الوظيفي، مع الموازنة في ذلك بين مصالح أرباب العمل وحقوق العاملين. 12. الدعوة إلى إشاعة قيم العمل من المبادرة والمسؤولية وروح الجماعة والانضباط، مع تحقيق مبدأ العدالة وتوفير الفرص الوظيفية ومحاربة الفساد والمحسوبية. 13. استثمار الموارد المالية الحالية بما يحقق موارد دائمة للمستقبل من خلال العناية بالمشروعات الإنتاجية وتأسيس صندوق للأجيال تسهم فيه الدولة مع القطاع الخاص. محور الشباب والمجتمع والثقافة. 14. التواصل الإيجابي مع الثقافات الأخرى
والاستفادة من معطيات العولمة مع تقوية الحصانة الذاتية للشباب. 15 إشراك الشباب في قيادات مؤسسات المجتمع المدني وتيسير إسهامهم في قضايا الشأن العام. 16 تشجيع التواصل الدائم بين الشباب باختلاف توجهاتهم ونشر ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر، ودعوة المؤسسات المعنية بالشباب إلى توجيه عناية أكبر للاحتياجات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية لهم، وتخصيص برامج للموهوبين منهم. 17 تيسير حصول الشباب على المعرفة من خلال إقامة مؤسسات ومراكز ثقافية وأندية أدبية ومكتبات في جميع مناطق المملكة، وإعطاء الأولوية في ذلك للمناطق النائية وتوفير الموارد المالية اللازمة لها. 18 الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وذوي الظروف الخاصة ومراجعة النظم المتعلقة بهم والبرامج المقدمة لهم. 19 تشجيع الشباب على المشاركة في العمل التطوعي بكافة أنواعه وإنشاء مركز وطني للأعمال التطوعية يعنى بتنظيم العمل التطوعي والإشراف على برامجه واستقطاب كافة فئات الشباب للانخراط في أعماله. 20 التوكيد على حضور بصوت الشباب وتطلعاتهم في الإعلام وزيادة مشاركتهم الفاعلة في الأجهزة الإعلامية وتأكيد مسؤولية الإعلام في بناء ثقافة الشباب المرتكزة على وعي بثوابت المجتمع محور الشباب والمواطنة. 21 التأصيل الشرعي لمسألة المواطنة وتضمين ما يعزز حب الوطن والانتماء إليه في الخطاب الدعوي مع الوعي بالعمق الاستراتيجي المتمثل في الأمتين العربية والإسلامية وبالعلاقات الدولية. 22 تحقيق الانتماء الشامل للوطن ومعالجة مشكلة التعصب بكافة أشكاله. 23 تحقيق التنمية العادلة والمتوازنة بين كافة المناطق في توزيع مشروعات التنمية وتوفير فرص التعليم والعمل والخدمات. 24 التعجيل بدراسة مشكلات الشباب وتأسيس هيئة عليا تختص بقضايا الشباب وتعمل على وضع الخطط العامة التي تعالج قضاياهم وتعزيز الانتماء الوطني. 25 تأمين سبل العيش الكريم للأسر المحتاجة والاعتناء بأفرادها وتوفير احتياجاتهم الأساسية. 26 تطوير المناهج التربوية وتفعيلها بما يحقق لتعزيز الانتماء الوطني. 27 إعادة رسم البرامج الإعلامية التي تتناول الوطن وتطويرها بما يجعلها أكثر تأثيرا وتخليصها من رتابة. 28 الاحتفاء بالمناسبات الوطنية وفي مقدمتها اليوم الوطني بشكل يشعر الشباب بقيمتها ودلالتها، وذلك بوضع برامج علمية وثقافية في المؤسسات التعليمية والحكومية والأهلية. 29 رفع مخرجات ورش العمل الشبابية التي يقيمت في مناطق المملكة إلى جهات الاختصاص. 30 رفع برقيات شكر وعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظهم الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية حفظه الله على دعم فعاليات اللقاء الوطني الرابع للحوار الفكري وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإقامته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، هذه هي مسودة البيان، وقبل أن أعطي الكلمة لمعالي الدكتور عبد الله نصيف لإدارة ما تبقى من نقاش حول الجلسة الختامية، تم توزيع تقويم اللقاء على الجميع وموجود أمامكم، وكذلك قائمة للتواصل موجودة بها الأسماء والهواتف والعناوين، ونأمل أن تتقبلوا هذه الهدية البسيطة من مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني فهي للذكرى. وأؤكد على موعد المغادرة أننا سنغادر الفندق بمشيئة الله في حوالي الساعة السادسة بعد السادسة مساء، ونأمل التعاون بإخراج الحقائب أمام الغرف، وسيتولى عمال الفندق تسليمها للموظفين. وإذا في أي ملاحظات إخوان، أي ملاحظات أو طلب يعني إضافة أو أي شيء ترسل لنا، وستأخذ بالاعتبار، لأن لدينا اجتماع آخر
هذه الليلة. ويعني باسمكم جميعا، أولا باسم المركز اللجنة الرئاسية وباسم مركز الملك عبد العزيز، نشكركم جميعا أيها الأخوة والأخوات، ونشكر الشباب والشابات وجميع من ساهم معنا في الإعداد لهذا اللقاء. وباسمكم جميعا نشكر أيضا الجنود المجهولين في هذا اللقاء اللي هم الأخوة الزملاء في مركز الملك عبد العزيز والأخوات، سواء كانوا في اللجان التنظيمية أو السكرتارية أو غيرها أو اللجان الإعلامية، بذلوا جهود طيبة على مدى 3 أيام. كانت الاستعدادات منذ 2 تقريبا يعملون ليل نهار لتوفير الجو الملائم لهذا اللقاء. نرجو أن نكون قد وفقنا وأن لا يكون هناك أي تقصير تجاه أي شخص. وقد كسبنا شيئا مهما في هذا اللقاء، كسبنا أن يكون لنا أيضا شباب في جميع مناطق المملكة يمثلون الحوار الوطني. حقيقة هم سفراء للحوار، وسيكون بيننا وبينهم تواصل دائم. فأنتم في هذا المكان أيها الشباب والشابات تبنون وتفكرون وتساهمون في خدمة دينكم وحدتكم الوطنية، وتعلمون أن هذا الوطن يحتاجكم الآن في أكثر من أي وقت مضى. نرجو إن شاء الله أن نكون قد وفقنا في خدمتكم وفي تقديم هذا اللقاء بالصورة المناسبة. وأود أن أقول لكم شيئا في آخر هذا اللقاء، نحن في خدمة هذا الوطن الغالي، نحن نبني بدلا من أن يكون هداهم الله من يقوم بهذه الأعمال التي تكون تدمير أو خراب. أنتم بنات لهذا الوطن، أنتم ستكون في خدمة دينكم ووطنكم، وهذه هي المهمة الشريفة صراحة. نسعد بخدمتكم وسنكون دائما معتزين بهذه الخدمة، ونرجو أن يوفقنا الله لما فيه خدمة ديننا أولا ووطننا، والله يحفظكم جميعا ويسدد خطاكم إن شاء الله. الإخوة يتساءلون عن جديد، من لديه ملاحظات أو تعديلات يعطينا هي الليلة عشان في الصباح نعيد صياغتهم ونقدمها لسمو ولي العهد، ففي الطيارة نستلمها منكم. يعني سيتم الحصول على أي ملاحظات منكم يا أخوان، إحنا عندنا تقرير شامل سيتم رفعه، وأي ملاحظة تردنا ستأخذ في الاعتبار وسيكون لها وضعها الخاص لدينا، وستضمن في التقرير الشامل الذي سيقدم إن شاء الله لسمو ولي العهد. لذلك نريد من الجميع أن يكونوا مرتاحين، لا تقلقوا من أي شيء، سيكون لجميع آرائكم واقتراحاتكم تقدير خاص من الجميع. طلب بعض الأخوة طبعا اخوان، كل الاخوه سيكون ان شاء الله، ما اعتذر احد عن الشيخ صالح والاخوان بيذهبوا لاداء الصلاه. في بعض الاخوان طلبوا مداخلات، يعني اذا تحبون او شيء، بس اعتقد انه يعني الجميع يعني فيها الغالبيه تطلب انه يكون احنا اذا في اي شيء مكتوب يا اخوان ممكن تسلمونا لنا. هذا اللي شفتوه كله عباره عن تم تحويله الى فتحويله الى في هذا البيان. انا طبعا ما اقدر اقول لانه عندي مجموعه كبيره، واذا تبغون ترى بتفوتكم الطياره. أخوان ترى نقبلها مكتوب منكم، إذا في أي ملاحظة نأخذها إحنا يعني ترى، ونأخذها بالاعتبار، لا تردوا. هذا مسودة بيان وهو موجود أمامكم، إذا في أي ملاحظة نرجو تسليمها لنا، وإحنا أتولى الاجتماع مع الأخوان في اللجنة العلمية.
والله أشوف أن الأخوان معظمهم قاموا، يعني إذا كان القضية نعطي، إذا أعطيت واحد من الأخوان كلمة يمكن لازم نعطي الجميع. أستاذ فيصل. نعم. هذه مو مداخلة، هذا بس مجرد اقتراح وصل من أحد الإخوان نقل لي. الأخ علي القرني يقترح إنشاء موقع يكون يجمع فيه أو منتدى بالأصح يجمع فيه جميع المشاركين في الحوار حتى يستمر التواصل إلى الأبد. نتمنى أن ما يكون هذه نهاية عهدنا بالحوار معكم. شكرا لكم أنكم أعطيتونا هذه الفرصة. سيكون لنا أوعدكم أن سيكون لنا تواصل مع الجميع، سنفتح حوارات مع الأخوان الشباب، ودائما يكون لنا، أنا أكد لكم أنهم هم سفراءنا دائما للحوار، سيكون لنا تواصل معهم دائم. نعم، وليكن هذا آخر عهد بكم. لا يعني إن شاء الله. شرف بمعرفتكم. جزاكم الله خير. شكرا لكم. إذا سمحت دكتور، هناك نقطة وهي أهمية الابتعاث من الداخل إلى الحدود، من العواصم. هناك كوادر عقلية قوية نحتاجها نحن في مناطق لا نعتبرها نائية، لقد حظيت في كثير من الأشياء، لكن لوجود هالكوادر هذه نحتاج تبتعث من العواصم، الرياض الشرقية، جدة، المناطق هذه، للشمال، للجنوب، عشان يتوسع ونقدر احنا نتحرك. نحتاج توجيه منهم. شكرا. شكرا شكرا. السلام عليكم استاذ فيصل. انا ترى ما عاد بقي لنا في القاعة. اي فيك الخير والبركة ان شاء الله. والواجدين عندنا كل البنات هنا ما شاء الله، ما احد منا متحرك، لان المفروض ان كلنا متواجدين لما نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا الدكتورة ليلى الشاطري. الحقيقة كانت لي مداخلة، كنت أريد اليوم في الصباح مع صلاة الفجر، يمكن صحينا كلنا على صوت الرعد والبرق، كان جو روحاني شاعري جميل جدا الحقيقة. فظهرت عندي يعني خاطرة شعرية حبيت أقولها. شفت سبحان الله قدرة الله على القطرة هذه، اللي قطرة البحر اللي طلعت من البحر وسوت الركامات هذه حقة السحاب، ومن السحاب صارت المطر. فأحب أكتب هذه، أهدي هذه الكلمة لكل الحضور والحضر دحين معانا واللي سمعونا واللي توصل لهم الرسالة. أقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم. طافت بنا يوم الحوار أماني، وسمعت تسبيح الرعود الثاني، قالت بكل شجا يحرك خاطري، قطراته العذبة بكل بياني. أحكي حكاية قطرة استضعفت ببناء ربي واسع الأركان، كانت لها أرض الجزيرة مولدا وسكونها يغني عن التبيان. فأتى الجهول يظن غدرا أن إنها قطرة وتفنيها لهاب دخاني، لكنها بعد التبخر أكسبت من بعد فرقتها سلاح ثاني. فرقت به قطراتها وتجمعت فوق السحاب وفوق كل كيان، حجبت جحافلها نجوم مجدت وكواكب سكنت من الأزمان. وسمعتها اليوم تسبح خالقا ورسالة منها بكل بيان. قد كنت بحرا واستحلت لقطرة ظن الجهول بأنه سيطاني، فانظر إلي اليوم أرقى فوقهم والرعد صوتي والسحاب كياني. فحنيت رأسي مكبرا لبيانها وذكرت أني قطرة البنيان. استاذ فيصل ترى فيه، اسمحوا لي يا اخوات، ترى فيه اخوان كانوا هنا يطالبون بالمداخلات وقفناهم. استاذ فيصل بس لو سمحت النقطة واحدة لو تكرمت معك حصة القناير. حقيقة أنا قرأت التوصيات هذه المسودة، أنا كنت ذكرت في اليوم الأول عدد من التوصيات فيما يتعلق بالتعليم العالي بخصوص تعيين معيدين، تغذية الجامعة بتعيين معيدين ومعيدات، زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات، التوسع في المباني وما إلى ذلك. حقيقة عدة توصيات مهمة جدا، أجد أنه يعني يفترض أنها تكون ضمن توصيات حوارنا. يا ريت لو تكرمت تبحثون عنها. يا ريت. شوف انا بعض الاساتذه سلموني الان ملاحظه، يعني اضافه او ملاحظه، يا ريت تكتبوها ترسلوها لنا. ستؤخذ احنا عندنا اجتماع الليله لما نوصل للرياض ان شاء الله، وسيكون مع الاخوان في اللجنه. نقطه بس اخيره لو سمحت لي، حقيقه باسمي وباسم جميع الاخوات المشاركات الاكاديميات والمثقفات، حقيقه لا يعني يسعنا الا ان نتقدم بجزيل الشكر
للبنات المسؤولات في مركز الحوار الوطني لدماثة الخلق وحسن التعامل وسعة الصدر والابتسامة التي لا تفارق شفاههن. حقيقة هؤلاء ثروة، ونحن جميعا فعلا نسجل إعجابنا وتقديرنا لهؤلاء الفتيات الواعدات. وهذا طبعا يعني أملنا واعتقادنا بجميع بناتنا، ومو غريب على بنات هذا البلد، لكن حقيقة شهادة تستحق التسجيل. ومع كل تقديري واحترامي لهم، وأكيد زميلاتي كلهم يشاركوني في هذا التقدير. شكرا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حقيقة يا إخوان اختصر علينا كثيرا مما كان في نفوسنا فضيلة الشيخ صالح الحصين بما قاله من قيم وأخلاق، واختصر تفسير شيخ الإسلام لابن تيمية وفلسفته عن الدين، وفي هذا الكفاية. وأوصي الجميع بالاقتداء برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقومه وهم على الباطل، عندما كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وتأملوا قوله لا يعلمون، إنه حسن الظن والتماس الأعذار وإيجاد التبريرات. فينبغي لكل معتقد بأن الحق معه في هذه البلاد من جميع الأطياف الفكرية والدينية أن يقول هذه المقولة ويتعامل مع الجميع بالرحمة. والحقيقة ما شيع أو ذكر أن الطعن في المذاهب في المناهج يضعف الانتماء إلى الوطن لدى أصحاب تلك المذاهب، هذه مغالطة. فالوطنية فوق الوطنية فوق أي طوائف. ترى ما في معلش، يعني أقصد أن الوطنية ما لها علاقة بالاختلافات. جزاكم الله خير يا أخوان، ترى القاعة ما في أحد عندنا إلا أنا والمهندس والباقيين يعني تقريبا. فنشكركم يا أخوان، ونشكر الأخوات، أشكر أخوات.